السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا واحد التمرين آخر في الدارة RL أو ثنائي القطب RL على الشكل التالي. بو المعطيات وكذا بهذا الشكل. عندنا واحد لابوبين وشعة عندها واحد المقاومة داخلية ديالها، درناها في واحد عندها مربطين واحد المولين بهذا الشكل. عندنا تيار كيمر عبر هذه الواشعة، عندها معامل تحريض L وعندها مقاومة داخلية R. إذن هذه هي E، واحد تيار E، وعندنا هنا التوتر بطبيعة الحال UL. أروح هاد التوتر UL كما شفنا في الدرس، عندنا UL تساوي E L D دو E سور D T بلس R بتيت F R R E. يعني هاد التوتر هذا زائد هذا تجميعية التوترات. هاد التوتر هذا قلنا هو L D دو E سور D T، وهذا بطبيعة الحال هاد التوتر هذا هو R في E، قانون أوم. دونك على بسيطة، إذا جمعنا هادو هادي هادي في نفس الوقت المعادلة تفاضلية إلا بغينا نقولو، وهاد U L نقدرو نقولها هنا هي E في هاد الحالة. هذا التمرين باش نعرفو شنو التمرين هنا، التمرين رقم 5. خمسة صفحة بون، صفحة توجو 126. بون هاد التمرين كيما قلنا راه تلقاوه فيه في العلبة الوصفية ولا الصندوق الوصفي ولا كيف كتسمى. بون إذن حتى لهنا هذه هي الصيغة ديال التوتر عند مربطين. أحسب قيمة التوتر بين مربطين، غادي نحسبو السؤال الأول. أحسب U C U L، هذيك U L، عندما يكون H تيار E يساوي شحال هذيك 1.2 أمبير. أحسب هذي غادي نحسبها، هذه هي كم؟ أروح لدينا ماذا؟ U L هي L D دو E سور D T زائد R E. أروح بما 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 لاحظوا واحد القضية مهمة هنا. أروح بما أن H E هذا التيار هذا ثابت، اي يساوي اش 1.2 امبير ثابت. هاد الثابت مهمة، اي دي دو اي سور دي تي كتساوي صفر، لان الانشقاق ديال واحد الثابتة هو صفر. اذا باش غادي يولي لنا او سي يو ال، يو ال غادي يبقى هو ار اي. تطبيق هذه عندنا ار معروفة عاطينها لكم، ار هنا هي 8.5. هاد R هي 8.5 أم، وهاد L معطي لكم L و R داكور 42.2 ميلي أم. هادو معطيات، إذن تطبيق عددي L 8. شحال قلنا 5، فاش بشدة التيار معطي لكم هو 1.2 دونك UL بطبيعة الحال غادي ديرو الضرب، راهو كيعطيكم 10.2 فولت. اللي مهم في هاد التمرين هو أن إي ثابت، إذن دي دو إل كيساوي صفر. يعني إلا كان في واحد المونتاج واحد التركيبة كان واحد التيار مستمر ثابت، راه بحال مكايناش، هادي كتولي غير بحال سلك. فهمنا؟
سلك السلهيب كيدوز من هنا لهنا، يعني هذه ما كايناش. فاش يعني الا كانت اي ثابته كتبقى غير المقاومه اي ها هي فين بقات، بقى غير هاد الشق هذا مشى. اذا هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، السؤال الثاني يمر دابا. السؤال الثاني التيار اللي عندنا ما بقاش ثابت، ها التيار اللي عندنا عطاو لنا داله زمنيه 1.50 ناقص 200 تي، 200 تي يعني هذه داله زمنيه زمن، اذا داله تي يعني داله. اذا غادي نحسبوا، انا غادي نحسبوا بعد نفس الشيء، بغينا نحسب لكن نحسب اشنو يو ان في هذا الوقت. دابا حسبنا الى يو ان اي ثابته، دابا اي متغير او الف ما قيمة التوتر هو هذا، وهذا اللي نحسب حيدوها من هنا باش نعطيكم الف باء. ما قيمة التوتر يو ان، هاد يو ان مركب من جوج يعني من هادي، دونك اللي نحسب دي دو اي سور دي تي، عندنا اي ها هي دي دو اي على دي تي، هي اش هي دي على دي تي، ونعوضو اي شنو هي 1.50 ناقص 200 تي. هذا مجموع دالتين هو دي سور دي تي 1.50 ناقص دي على دي تي ديال 200 تي. هذه صفر لان هذه ثابته صفر، وهذه بحال اي بحال اكس، اكس ديريفي هي اكس ديريفي ثابته كتبقى، والديريفي ديال اكس هي واحد في ا، دونك راه عندي غادي تمشي تي وغتبقى غير هاد 200 هذه، يعني هذا كيساوي ناقص 200 فوالا. دونك دي دو اي كاينه، غادي نقدر نمشي نحسب دابا يو سي يو ان، يو ان كتساوي اش ناقص 200 هادي زائد ار اي، ار شحال هي 8.5 فاش في اي اي هنا بدلالة تي، هنا اي بدلالة تي، ما قيمة التوتر عند تي كتساوي صفر. هنا عند تي كتساوي صفر، الخطا اللي ما خصناش نطيحوا فيه، حيت قالوا لنا ما قيمة التوتر يو سي عند تي كتساوي صفر، ما نجيوش نعوضوا تي هنا عاد نديروا الاشتقاق، لاقاش إلا عوضنا تي اش غتبقى 1.5، ولا درنا الاشتقاق كتعطينا صفر، أوغ هنا اش درنا؟ حسبنا الاشتقاق حتى لقيناه غير مرتبط بالتي عوضنا، ولكن هنا فاش غادي نعوضوا اي هاد اي اللي كاينة هنا عاد نعوضوها بالصفر. يعني ناقص 200 فاش صفر، 200 هاش صفر، ناقص ماشي ناقص 200 جو ميكسكوز تي، لاحظوا معايا الماجيسكول، ناقص غادي نكتبوها بالرقم، حنا غادي نكتبوها بسميتو ها 8.5 فاش في اي، و اي هنا شنو هي؟ هي 1.5 ناقص اش 200 فاش في صفر، هنا نعوضو، هنا يمكننا نعوضو هنا، ولكن هنا في الاشتقاق ما نعوضوش، لاقاش إلا عوضنا غتبقى لنا 1.5 بحال ما كانش هذا، وهذا إلا خدينا غنلقاو صفر، أور حنا لقينا ناقص 200، إذا نكملو هذا في صفر مشى هي 1.5، إذا ناقص 200 زائد 8.5 فاش في 1.5، إذا يو إل كتساوي ديرو التطبيق العددي ديالكم دابا ساهل القضية. هي 4.31 فولت. لهنا نشير في هذا السؤال، في هذا السؤال هذه بدلالة تي، وهنا عندنا صفر، ما تعوضوش ومشيو تحسبوا، خليو هذه ديروا لها الاشتقاق
شوف المشتقه ديالها هي 200. حتى نرجعوا فاش نبغوا نعوضوا هنا وهذا الاهاده غادي نشوفوا شحال كيساوي في كيساوي صفر. يعني نعطيتو صفر غتعطيني 1.5 هي اللي غندير هنا. اما هنا خصني ناخذ المشتقه كلير بون. هذيك الف باء باء موجي فاس باء اش مطالبين منا. شوفوا السؤال باء باء عندنا في اي لحظه في اي لحظه تي واحد ينعدم التوتر بين مربطي الوشيعه باء في اي لحظه في اي لحظه تي واحد ينعدم التوتر UL عند مربط الوشيعه. يعني هاد UL فوقاش غادي يساوي صفر. يعني بمعنى اخر هاد UL دو تي واحد يساوي صفر. شكون هي هاد تي واحد؟ بحيث تي واحد كتساوي صفر. واخا غادي نرجعو للUL ديالنا U تي واحد. U تي بصفة عامة اش لقينا فيها قبل الديريفي هي نعاودوها ال دي دو اي سور دي تي زائد ار اي كتساوي دي دو اي سور دي تي لقينا هي ناقص ناقص 200 ال واضح ناقص 200. اتونسيون قبيله في ال في ال في ال في ال قبيله ردوا لي ردوا معايا البال غادي نصحوا هذاك يو ال اللي خرجنا في الف في الف اش درنا صحوا معايا يو ال اش درنا لقينا يو ال كتساوي لقينا في الديريفي هي 100 ناقص 200 ولكن في ال زائد ال ما درناش زائد اش ار اي ار اي وقلنا اي هي 1.5 ناقص 200 فاش في صفر. نرد عليكم هذا ما درناهاش دونك ال هي ناقص 200 فاش في ال فهي ال هي في 42.2 ملي اونري ملي اونري غنرجعها لهونري هي في 10 اس ناقص 3 زائد ال 8.5 فاش في 1.5 هذه هي اللي كتعطيكم ذاك الرقم. حنا ما كانش عندنا كتغير 200 ناقص 200 دونك صحو صحو الله يرضي عليكم غتلقاو 4.0 طبيعة الحال الرقم ديال الخارج راه هو 31 فولت استسمح. دونك هذا هو السؤال باء. دونك غادي نكمل انا في السؤال الف بغيت نقول هذا هو السالف الف صحناه السؤال الف اللي قبل. غادي نرجعو للسؤال باء قلنا فوقاش تي واحد يو دو تي واحد كتساوي صفر. هنا غادي نعوضو هادي لقيناها هي 200 ال و ار اي ال فاش في اي اي هي 1.50 وبما اننا حنا درنا تي واحد هنا مثلا هنا تي ما عليناش ناقص 200 تي واخا دي جي فاس صافا كون صحتو. دونك اش بغينا حنا في واحد لادات تي واحد خصني هادي تعطيني صفر. هذا هو السؤال. دونك الا بغينا تعطيني صفر غنرجع لهادي يعني ناقص 200 ال زائد ار 1.5 ناقص 200 تي واحد كتساوي صفر. يعني في هاد اللحظة هادي معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين واحد هذا غادي نلوحوه للطرف الآخر اش غتبقى 1.5 ناقص 200 تي واحد كتساوي 200 ال صافي غادي نقسمو على ال غتعطيني 1.5 ناقص 200 تي واحد كتساوي 200 ال على ال. غادي ندي هذا لهذاك الطرف غادي نديرو زائد وهذا غادي نردو هنا غنديرو بناقص اي ماذا 1.5 فوالا حدينا هذه 1.5
هذا غادي نلوحو للطرف الثاني هنا، غادي نلوحو للطرف الثاني وهذا نجيبو لحدا هذا، يعني ناقص 200 ان سور ار ياك، هذا هو، هذا جبناه لهنا وهذا غادي نردو، غادي نخلفو الإشارة غادي يولي 200 تي واحد، أي تي واحد كتساوي شحال؟ دونك باينة تي واحد هي هادشي كامل مقسوم على 200، 1.5 ناقص 200 ال شحال هي؟ 42.2 في 10 أس ناقص 3 على ار 8.5 هذا على 200، دونك هاد اللحظة تي كتلقاوها 2، دونك تي كتساوي 2 و سي فو فولي هنا 2.5 ملي سكوند، داكوغ؟ دونك ليكزارسيس سالا هنا، اش فهمنا في هاد ليكزارسيس؟ أنو إذا كان بدلالة تي كاينة المشتقة، بحال هنا لقينا 200 ياك، ولكن إذا كانت إي ثابتة بحال في الأول السؤال الأول، إي ثابتة يعني أن هاد المشتقة مكتكون صفر، تولي يو إل كيساوي إر إي، كتولي هاد الواشعة بحال موصل أمومي، مكيبقاش واشعة، هدا هو اللي عندي ربيع مغرب في التمرين، أما الأرقام كتختلف من تمرين لتمرين، واضح؟ بون، أون باس أ نوتخ إكزارسيس، إكزارسيس 6، هاد إكزارسيس 6 فيه بعض النقاط مهمة، وداكشي باش قلت من الأحسن تشوفوه، يعني منبقاوش دوك غير دوك التمارين ديال الروتين، يعني تكون شي تمارين شوية تجريبية قريبة للواقع، إذا التمرين 6، التمرين 6 عندنا واحد التركيبة على الشكل التالي، وغنديرو بالأحمر، عندي واحد لا بوبين وعندي واحد لا ريزيستانس، هادي اون بوبين ال عندها ال و ال عندها المقاومة الداخلية ديالها وعندها معامل تحرك، واخا ا ام بي فوالا عندها بوتي بوتي تل، يعني ماشي عام وعام تحرك دائم ومقاومة مهملة، يعني ما كايناش هادي ما كايناش، داكور عندها غير ال ما عندهاش المقاومة ديالها، وعندنا واحد المقاومة داخلة تماك ال، دونك هنا دايرين اون ماس، هنا المولد بطبيعة الحال ان جينيراتور، وهنا درنا واحد الهيكل اون ماس ام، وهنا ا وهنا بي، واضح؟ دونك عندنا بطبيعة الحال واحد الميبيان هنا في الجنب، يعني هادشي درناه في لوسيلوسكوب، داكور كاشف تبدو وعطانا الشكل التالي، و جو بونس كو جو لو ديسيني ايسي، في فواغ كيسكو فا سو سافا مودوني، هنا عندكم الميبيان، بون نبغاو لو روبخودويغ، موغ سكون قدامكم الميبيان، راه غادي نديرو غير بشكل تقريبي، ألوغ كاين هداك وجاي هو داك، ألوغ كاين هنا وكاين هنا، لي ماكسيموم، بون، هنا تي وهنا، بون فوار، ألوغ بون بوتيتر بوتيتر كو خلي باش تكون عندي لا بلاص غنديرها هنا، فوالا داكوغ، دونك جاي الميبيان ديالي هاد سميتو هاد الشكل، جاي داير هاك فوالا سي سا دي تريونغ، عاود تاني هبط
أو تاني طلع ونسي بسويت داكوغ. دابا أنا غادي ناخد غير واحد الشق اللي عندي بيه الغرض بحال هاد الشكل، والأخرى يعني هذاك العرض هذا هنا أبو بخي أسو نيفو لا هكذا، الأخر جاي داير هاك سي سا دونك ديال كوم سا. ألوغ ستادير أتونسيون نو سي سا، جو بروندغ لا باليت دو دوسو سي سا لا باليت دو با. Voilà. Voilà. La palette du bas. Il va monter, je crois, jusqu'ici. Puis il continue. À ce niveau-là, il va monter jusqu'ici. Il va continuer comme ça. Donc, je viens. Hein? Mais bien. Alors, je connais le motelette. Je connais لي شكل مستطيل ولا هذاك الشكل، هذا معرفوه من خلال المعطيات. انا واش قالوا لنا عطينا ار ار عطينا لكم هنا هي 5 كيلو 5 كيلو اوم داكور 5 كيلو. alors